وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار سعادة الدكتور محمد علي حسن، عضو مجلس الشورى. إذن سعادة الدكتور، نرحب بك في نشرة الثالثة. على مدى الفصول التشريعية السابقة شهدنا تعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، أكيد حدثنا عن أهمية استمرار هذا التعاون. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة. أنا أحب أن أؤكد أن موضوع التعاون بين السلطتين ربما يعتقد البعض أنه أمر مستحب. نحن نرى أن موضوع التعاون بين السلطتين هو ليس كذلك، هو أمر حتمي وواجب، وهذا في الواقع ما يمليه علينا الدستور وميثاق العمل الوطني وكذلك المصلحة الوطنية. ونحن في مملكة البحرين استمرينا في هذا العمل منذ فترة طويلة، منذ إنشاء المجلس التأسيسي ثم المجلس الوطني في السبعينات، وتكرس هذا العمل في وجود المجلسين سنة 2002 عندما كان هناك مجلس شورى ومجلس وطني منذ 2002، واستمر هذا التعاون المثمر حتى الآن. وهذا في الواقع يعني يوجهنا إليه بشكل مستمر صاحب الجلالة الملك المعظم في كل خطاباته السامية عند افتتاح الفصل التشريعي للمجلسين، وبالذات في هذا العام أكد جلالته على هذا الأمر أن هناك يجب أن يستمر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا كله من أجل أن يكون الصالح العام متحقق من خلال هذا التعاون. نعم، إذن سعادة نائب، ما هي تطلعاتك من مجلس الشورى للمرحلة المقبلة بالتحديد؟ تطلعاتنا كثيرة في مجلس الشورى، وأنا متأكد أن هناك أيضا نفس التطلعات لدى الأخوان في مجلس النواب. رقم واحد، أن يستمر التعاون كما تحدثنا قبل قليل بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وكذلك أن يسعى المجلسان إلى المصلحة العامة ولتحقيق مصلحة المواطنين والمصلحة العامة بشكل عام. وهذا أكد كذلك عليه صاحب الجلالة في خطابه السامي الأخير أن هناك مرحلة جديدة وأولويات فائقة الأهمية يجب التركيز عليها والاستمرار في الحوار بين السلطتين من أجل المصلحة العامة ومن أجل تحقيق تطلعات المواطنين. نعم، إذن سعادة الدكتور محمد علي حسن، عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.